سلام حبيبتي متتبعتي، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، دائما مع منتجات العنايه بالبشره اللي مجيتكم باروع المنتجات، من بينها هاد كريمات الترطيب للوجه نيفيا، هذا سوان دو جور ماتيفيون ترطيب 24 ساعه، جاي بالالوفيرا دوريجين ناتورال او جل الصبر للبشره المختلطه، بوميكس لو بري تاعو 4.03 €. هذا سوان دو جور ابيزون مهدئ للبشرة الحساسة، جاي غني بزيت بذور العنب ومستخلص عرق السوس، جاي سون بارفان بدون عطر، لو بري تاعو 5.02 €. هاد لاكخيم تغذي وترطب البشرة وكذلك تنقص من هذاك الاحمرار والجفاف. هذا سوان دو جور نوريسون كريمة مغذية للبشرة بزيت اللوز الحلو الطبيعي ويل داموندوس دوريجين ناتشورال للبشرة الجفاف وسيش اللي بشرتهم الناشفة. تحتوي ثاني على زبدة الشيا بور دو كاريتي، وهاد لي كريم نيفيا البنات كامل تيستي سو كونترول ديرماتولوجيك، لو بري تاعو 4.56 €. كيما هاد لاكريم خاصة بالبشرة العادية بو نورمال، سوان دو جور فريشور ترطيب 24 ساعة ثاني، غني بفيتامين او ومستخلص زهرة اللوتس، ولو بري تاعو ثاني 4.56 €. اللي تابليكوه على وجه يكون نقي وتعملو مساج خفيف حتى اللي يمتصو كامل الوجه. كيما هذه بيبي كريم 5 في 1 كريم تانتي غنية بزيت الجوجوبا بيو اي بيغمون مينيرو، هذه تانت ميديوم ترطب بعمق البشرة، ترطيب 24 ساعة وتغطي ثاني كامل العيوب لي زامبيرفيكسيون علامات التعب لي سيرن لي طاش لي روجور هذوك الاحمرار هذوك البقع البنية، وثاني تضوي البشرة وتصفيها، لو بري تاعها 7.15 €. وفي ماسكات الوجه كاين هادو من لابيل كيما هذا ابيز اي ادوسي، يهدأ وينعم البشرة، غني بزيت اللوز الحلو والالوي فيغا للبشرة الجافة، بوسيش طريقة استعماله تحطو منه انكوش على بشرة تكون انقية، تخلوه يريح على وجهكم من 5 حتى 10 دقايق، ومن بعد تنحوه افيك ان كوتون قبل ما تغسلو. هاد الماسك البنات استعملوه من مرة حتى المرتين في الاسبوع، ولو بخي تاعو 4.20 €. كيما هذا ماسك بيوريفيون 97% مكوناته طبيعية، ينحي كامل الشوائب من على البشرة ويمتص هادوك الزيوت ويصفي الوجه. هذا الماسك البنات للبشرة المختلطة والدهنية، التركيبة تاعو جاية بالطين الأبيض والشاي الأخضر اللي ينقي البشرة الدهنية من الأعماق، لو بخي تاعو كيما الماسك الأول 4.20 €. وفي كريمات ترطيب الجسم اللي ريحتهم هايلة ويرطبو مليح البشرة، كاين هذا البونكور نوريسون من لابيل مغذي للبشرة، فيه 250 ملل، هذا البنات خاص بالبشرة الجافة والجافة جدا اللي عندهم بشرتهم ناشفة بزاف، هذا غني بزبدة الشيا وزيت اللوز الحلو وزيت الأرغان، فيه 3 زيوت البنات غنية ومفيدة للبشرة، لو بخي تاعو 3.45 €، هذا البنات اللي تحطو منه بعد الدوش ولا لبا. وفي هاد لامارك ناتشوري موا كاين هاد الحليب مرطب للجسم، هذا ليكو ريباراتور معالج غني بالعسل وزيت الافوكا 97% مكوناته طبيعية، هذا الكامل العائلة البنات حتى للأطفال، يناسب البشرة الجافة جدا بو اكسترا سيش، لا تيكستور تاعو جاية خفيفة اللي تمتصها البشرة، ماهوش دهني وثاني يخلي الجسم مرطب اي بارفيمي في ريحة شابة، لو بخي تاعو 6.19 €. كما هذا حليب مرطب للجسم البنات، هذا جاي بزيت السمسم، ثاني الكامل عائلة للأطفال والكبار، يناسب البشرة العادية والجفاء. وأخيرا نتمنى الفيديو تكون عجبتكم ونكون آفتكم، تلاقوا في فيديو جديد بإذن الله، ومع السلامة.